باشمهندس محمد الامين، مساء الخير، رئيس غرفه صناعه الاعلام. وطبعا يعني مش عايزه اقول ايه بالنسبه لسي بي سي يعني، ولكن يعني كرئيس غرفه صناعه الاعلام، الطياره دي يا باشمهندس على نفقه غرفه صناعه الاعلام ولا نفقتك الخاصه؟ مساء الخير يا استاذه لبيب. مساء الخير. كل سنه وانت طيب. بمناسبه المولد النبوي الله يخليك، بمناسبه السنه الجديده، قول ان شاء الله تكون سنه خير عليكي وعلى اسرتك وعلى مصر كلها باذن الله ان شاء الله. اشكرك. قول لي بعد الطياره يعني خلينا نركنها على جنب شويه، ولكن هي يعني مقدمه من غرفه صناعه الاعلام المرئي والمسموع، ودي اقل حاجه ممكن تعملها الغرفه في خدمة الإعلام الخاص المصري. نعم. واللي إن شاء الله تستمر خدمات الغرفة، لأن هي أساسا الهدف الأساسي هو الإعلام المصري. الاستقبال بقى يا باشمهندس، استقبال الكويت، وانت يعني واحد من يعني كنت جزء من الكويت، يعني طبعا علاقاتك في الكويت واستثماراتك ضخمه جدا هناك. والله يا استاذه لميس، اولا انا يعني بتوجه بالشكر لكل الاخوه اللي في مصر، اولا اللي هم ساعدوا في انجاز عمليه السفر، لان الترتيب ليها كان سريع جدا، وكانت في ظروف السفاره الكويتيه في اجازه رسميه يوم الخميس ويوم السبت، فالجهات اللي تدخلت لانهاء الاجراءات انا بتقدم ليهم بكامل الشكر الحقيقه، سواء كانت الجهات في مؤسسه الرئاسه او في اي جهات اخرى. بخص بالشكر الحقيقه الامين العام للمنطقه الاعلام العربي السيد ماضي الخميس، اللي كان بالصدفه متواجد بالقاهره خلال التفكير في الموضوع ده، وكان هو حلقه الاتصال مع الخارجيه الكويتيه والسفاره الكويتيه لانهاء التاشيرات الخاصه بسفر الاعلاميين اليوم. انا شخصيا فوجئت الحقيقه بالاستقبال اللي اتعمل للوفد الاعلامي في دوله الكويت. حقيقه وانا يعني بقدم كامل الشكر اولا لسمو امير البلاد على دعوته الكريمه لمعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي لزياره الكويت، ودي اول زياره لي بعد تنصيبه رئيسا لجمهوريه مصر العربيه. كامل الشكر لمعالي وزير الاعلام الكويتي الشيخ سليمان، لان احنا فوجئنا باستقبال هو اكبر من الاستقبال الرسمي على مستوى الرؤساء او رؤساء الحكومات. الحقيقه كان الاعتناء تام جدا، ابتداء من نزولنا من الطياره في مطار الكويت واستقبال الاعلاميين بالطريقه اللي تليق بالاعلام، واتمنى ان يبقى الحظر ده في كامل الدول العربيه مش بس في الشقيقه الكويت بما فيها مصر طبعا. وشعرنا باهميه الاعلام واهميه الاعلاميين من مدى استقبالهم للاخوه الاعلاميين والحفاوه البالغه اللي قابلوهم من ساعه لحظه وصولهم الى المطار. نعم. اصر معالي وزير الاعلام ان يقيم الوفد بالكامل على نفقه وزاره الاعلام في احد اكبر فنادق الخمس نجوم بدوله الكويت، ورفض رفضا تاما رغم ان احنا حاولنا كغرفه انه يبقى الاقامه دي للوفد بمقابل، ولكن رفض رفضا تاما. وطبعا ده مش جديد على اهل الكويت لان هم اهل كرم دائما. الاستجابه اللي انا بقرر شكري ليه كوزير اعلام ان احنا طلبنا منه كغرفه ان يتم استغلال الوقت بلقاءات مثمره مع وزراء معنيين اساسا بالزياره اللي هتتم من سياده الرئيس، سواء على المستوى الاقتصادي او المستوى الامني او مستوى العلاقات الخارجيه. والحقيقه مشكورا عمل خمس لقاءات كانت مهمة جدا جدا جدا، وتمت كلها في يوم واحد مع الإخوة الإعلاميين وجميع الوزراء اللي التقوا بهم، وأيضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كان الترحيب بالغ الحفاوة لدرجة إن كان كل وزير يصافح جميع الإعلاميين عند دخوله وعند مغادرته. فأنا بكرر شكري لكامل الحكومة الكويتية للحفاوة اللي قابلوا بيها، وتركوا المجال مفتوحا بلا اي تحفظات لكافه الاعلاميين ورؤساء التحرير الصحفي القانونيه الخاصه لطرح اي اسئله تخطر على بالهم، ولذلك كانت اللقاءات جدا 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 مفيده واوضحت امور كثيره على شان العلاقات الكويتيه المصريه ومستقبل هذه العلاقات.
احب اطمنك انه في تاكيدات على المشاركه الفعاله من الجانب الكويتي الحكومي والجانب الكويتي القطاع الخاص في المؤتمر الاقتصادي في مارس اللي هيقام ان شاء الله في شهر مارس. واستمرار العلاقات بين الشعب الكويتي والشعب المصري اللي هي بدأت منذ سنوات طويلة طبعاً. كانت فيها أكبر أثر في استمرار العلاقات السياسية بين قيادتي الدولتين. بشكرك شكرا جزيلا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتم كافة الإجراءات الخاصة بالزيارة بنجاح، ونتمنى أن يقوم الإعلام المصري بعمل دوره في حين زيارة أي وفد إعلامي كويتي لجمهورية مصر العربية. بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام والمرئي والمسموع.